بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم كنشكروا الاخوه جزاهم الله اللي يهتموا بنا في داخل المغرب من داخل المغرب الى خارج المغرب الله سبحانه وتعالى يجازيهم بخير ويكثر خيرهم على هذا الاهتمام على هذا الاهتمام وكيسالوا فينا جزاهم الله خير وقريب الحمد لله عاوزين يعني نرجعوا للعمل ديالنا العمل الدعوي كما كنا من قبل والباس كل اللي كان هو هذه الحجره هذه هي هاد يوم هما عملوا معنا مجهودهم حتى خرجنا هاد الحمد لله ما كاينش داك الشيء كله اللي كان مقبل جزاه الله عنا الله يكثر خيرهم في خارج المغرب وداخل المغرب الله يشكر لهم ويجعلنا واياهم تحت ظل عرشه يوم القيامه فهذه المحبه اللي كيعبونا ولو ما نستاهلوهاش جزاه الله خير ونطلب الله سبحانه وتعالى يشافيهم ويشافي اولادهم وامراضهم واوجاعهم سبحانه وتعالى الله يجزيهم بخير وخير دعوانا ان الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد ورحنا كنتمناو عاوتاني ان شاء الله وعاوتاني يمنا العمل الدعوي ديال يا داع باخين باخين اليس كذلك والسلام عليك يا الله يا الله يا الله وصلى الله على محمد الحمد لله كلنا فرح وسرور وغبطه وحبور بنجاح هذه العمليه الجراحيه اللي جراها الشيخ ديالنا ابو العلوي والصديق ديالنا اللي كللت بالنجاح وحنا فرحانين بزاف والحمد لله ان شاء الله غادي يرجع الشيخ ديالنا المجال الدعوي دياله ان شاء الله اللي هو الحمد لله ضحية كلها منذ زهره شبابه في الدعوة إلى الله وفي الدعوة إلى توحيد الله عز وجل وعما قريب إن شاء الله سوف يرجع إن شاء الله ويدعو الناس ويعظهم ويحثهم في سفره وفي حضره ونسأل الله عز وجل أن يمتعه بالصحة والعافية على الدوام والشكر موصول لجميع المحبين اللي هما كيتابعوا الحالة ديالو كيدعوا معاه من خارج الوطن وداخله والسلام عليكم ورحمة الله ما تنساش تابونا فلاشين وتاكتيفي بِالْجَرْسِ باش يوصلك جديد الفيديوهات من هاد بريس